بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 66. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو الكبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل، وباعثتها إحدى المستمعات من هناك. تقول المرسلة حديد: أختنا لها قضية تقول فيها: إذا تعرض الإنسان في حياته للإساءة والإيذاء من الناس كالغيبة والنميمة والاستهزاء والظلم، فهل يقابلهم بالمثل تمشيا مع الآية الكريمة: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أو يعمل مع الآية الأخرى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ لأنني في حيرة من أمري، إن عملت بالآية الأولى أجد أنني خسرت كثيرا من الناس وبدأت العداوة تتجدد، وإن فعلت بأمر الآية الأخرى أحس أن القائل يتمادى في فعله بسكوتي، وأيضا عند سكوتي أكون دائمة التفكير فيما قالوه عني. أرشدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الأولى العمل بالآية الثانية، العمل بالآية الثانية وهي قوله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. هذا هو الأولى والأفضل، وهذا يزيل أذى الخصم وتطاوله على خصمه، بل يخجله، بل يخجله عند ذلك. وإن عمل بالآية الأولى وهو القصاص فهذا عمل جائز، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الله أباح القصاص بالمماثلة وغير زيادة، وحث على العفو، ووعد بالأجر الذي يؤتيه الله من عفا عن ظالمه، وهذا وعد كريم من الله سبحانه وتعالى، وهذا أحسن له وأحسن وأحسن من القصاص. الحاصل أن كلا الأمرين جائز، القصاص والعفو، ولكن العفو أفضل وأحسن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الطائف يقول: محمد حامد يقول: لقد قلت لزوجتي: أنت طالق بالثلاث إذا ذهبت للسوق لوحدك أو مع أمك وأخواتك، وكان بنيتي الطلاق فعلا ليس بالتهديد فقط، ولكنها بحمد الله لم تذهب للسوق إلى يومنا هذا، علما بأنها حامل عندما تلفظت بالطلاق وقد عاشرتها أكثر من مرة. أفيدونا ما هو الحل أو المخرج وماذا يترتب على ذلك، لأنها مع طول الوقت قد تذهب للسوق أو أنه قد آخذها أنا بالسوق. وجهوني جزاكم الله خيرا. ما ذلك من تذهب للسوق إلا لم يحصل شيء، وهي زوجتك والحمد لله. أما إذا ذهبت للسوق وخالفت منعك لها وطلاقك عليها، فحين ذاك تسأل أهل العلم يوجهوك بما يرونه في هذه المسألة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول: أختكم في الله أم جهاد من ليبيا، لها جمع من الأسئلة. تقول في أحدها: بعد صلاة الضحى أقرأ سورة الإخلاص 10 مرات، وكذلك بعد صلاة المغرب، هل هذا العمل يعتبر بدعة وعلي إثم أن توجهونني إلى شيء آخر؟ جزاكم الله. الذي ورد أنها تقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة
قل أعوذ برب الفلق، سورة قل أعوذ برب الناس، بعد الفجر وبعد المغرب ثلاثا ثلاثا، كل سورة ثلاث مرات. أما بعد غيرهما من الصلوات، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء الآخرة، فإنها تقرأ مرة مرة، أما العشر فلا دليل عليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هي آثمة إذا فعلت ذلك شيخ صالح؟ نعم، إذا فعلت شيئا ليس عليه دليل فإنها تكون آثمة. الله المستعان. قد يجتهد الإنسان ولا يكتشف نفسه أنه مخطئ إلا بعد حين، ما هو توجيهكم شيخ صالح؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الحمد لله، وهي لذمة الخطأ والنسيان والشكر عليه، الحمد لله. لكن إذا ما تبين على الإنسان الصواب فماذا على شيخ؟ يعمل بالصواب، يعمل يجنب الخطأ، نعم، ولا يكون معذورا بعد ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: عندما أصلي الفريضة أجد نفسي أقرأ السورة نفسها التي قرأتها في الصلاة الماضية، هل هناك إثم؟ يوضح لي ذلك. لا إثم في ذلك، الحمد لله. يجوز أن يقرأ المصلي السورة التي قرأها في صلاة الماضية، لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. بعد الصلاة وبعد التسبيح والتهليل والتحميد 33 مرة أقول: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 33 مرة، هل هذا بدعة؟ ودهوني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة ومشروعة، طيب، ولكن توقيتها بوقت معين أو عدد معين يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا العمل الذي ذكرته هذه السائلة وهذا العدد الذي ذكرته. جزاكم الله خيرا. إذا صليت الفريضة أمام النساء أو قلت إنني أريد أن أصلي عند دخول الوقت، هل هذا يعتبر من الرياء؟ ليس الرياء مدار على النية، إذا كان في نيتك الرياء فإنه يكون رياء، أما إذا كان نيتك صالحة وخالصة لوجه الله ونيتك المبادرة بأداء الفريضة بعد دخول وقتها ليس فيها رياء، بل هو عمل صالح ومسابقة إلى الخيرات. إذا علمت جارتي أو صديقتي بأنني أقوم الليل، هل كلامي هذا يدل على الرياء؟ ما داعي للإخبار بأعمالك من قيام الليل أو الصيام أو غير ذلك، لا داعي للإخبار عن ذلك لأنه يخشى عليك من الرياء. تقول تعقيبا على السؤالين ما الذين كان قبل الأخير، تقول إنها تتحدث عن صلاتها في الليل وتطلب أيضا الإذن بأنها ستصلي، تقول إن هذا يحدث بدون قصد معين. على كل حال الإنسان يخفي أعماله ولا يتحدث عنها ولا يخبر عنها الناس، لأن هذا يجر إلى الرياء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من ليبيا بعثت من الجزائر بعثت برسالة مطولة، ملخص ما في هذه الرسالة أنها تشكو من مرض جلدي، لأنها كلما توضأت زاد ذلك المرض، وحينئذ تضطر باستعمال بعض المراهم، هل تلك المراهم تحول دون وصول الماء إلى البشرة؟ أم أنه يجزئها التيمم والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان في المراهم علاج لهذه الحساسية فإنها تستعملها ولا تمنع من صحة الوضوء، لأن الماء يجري على الوضوء ولا يمنعه المرهم، إنما الذي يمنع الماء ويتجمد على الجسم ويكون له حجم كثيف يمنع وصول الماء من الجلد، هذا هي الممنوع. أما الأدهان فإنها لا تمنع وصول الماء من البشرة، فلا حرج عليك في استعمال المراهم والوضوء وهذه المراهم على الأعضاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من المستمع أحمد عبد المحسن الشريف، يعمل بعيدا عن البلد بمسافة تصل إلى 10 كيلومترات كما قدرها، ويقول إنه نظرا لتلك الظروف فإنه لا يستطيع أن يصلي في المسجد، وحينئذ فهو يصلي بمفرده، ما هو توجيهكم شيخ صالح؟ إذا كان مكان العمل الذي يعمل فيه يبعد عن المسجد 10 كيلومتر فهذا معذور، صلي في مكانه والحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا صليت المغرب والعشاء أصلي جهرا وكأنني إمام وأجهر بصوتي، هل في ذلكم شيء أو أنه من الرياء كما يقول شيخ صالح؟ صلاة الليل يجهر فيها بالقراءة من المنفرد ومن الإمام، الحمد لله، وأنه سنة، الجهر بالقراءة في صلاة الليل سنة من المنفرد ومن الإمام، وليس في ذلك رياء.
إن شاء الله إن شاء الله. الرياء إنما هو تبع النيات والمقاصد. إذا كان قصده الإعجاب وإسماع الناس والإعجاب بصوته وأن الناس يمدحون هذا رياء. أما إذا كان قصده بالجهر العمل بالسنة فهذا يثاب عليه وليس رياء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تكثر الأسئلة الشيخ صالح عن الرياء، هل الأصل في المسلم أن يكون مخلصا أو قد ينتابه بعض الأمور؟ الأصل في المسلم أن يكون مخلصا لله عز وجل إن شاء الله الحمد لله، ولكن قد يطرأ عليه شيء من الرياء بحكم الله بشر الله المستعان، ولكن عليه أن يدفعه إذا حصل له شيء من ذلك أو عارض من ذلك فإنه يدفعه ويتركه ولا يضره إن شاء الله إن شاء الله. عندما ينبعث إلى العمل شيخ صالح بطبيعة الحال تكون نيته خالصة لوجه الله تعالى، إن انتابه أثناء تابية العمل شيء كيف يتصرف؟ كما ذكرنا طيب أنه إذا عرض له حاجز الرياء نعم فإنه يدفعه ويخلص النية لله عز وجل ولا يضره، أما إن استمر معه هذا الرياء فإنه يضر بعمله ما يفطر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا صليت العشاء أداوم على قراءة آيات معينة، ففي الركعة الأولى أقرأ بآخر سورة البقرة، وفي الركعة الثانية أقرأ بآخر سورة الحشر جهرا، ما هو توجيهكم؟ المداومة على سورة معينة وعلى آيات معينة غير مرغوب فيه، إلا إذا كان لا يحسن من القرآن إلا هذا المحدد من الآيات، إذا كان لا يحسن غيره فإنه يردده، أما إذا كان يحسن غيره فإنه لا ينبغي له أن يداوم على تلاوته بل ينوع القراءة مما يسع الله له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كما أخبرتكم أنني أعمل في مكان بعيد عن البلد وبمفردي، وإذا كنت بمفردي كثيرا ما تنتابني بعض الأفكار التي أتمنى أن لا تعود إلى ذهني، بماذا تنصحني حتى تبتعد الأفكار السيئة عن تفكيري؟ جزاكم الله خيرا. من يظهر من هذا السؤال عنه شيء من الوسواس الله المستعان، فعليه أن يدفع هذه الأمور ولا تضره إن شاء الله. بما يكون الدفع شيخ صالح؟ بتركها ورفضها والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. جزاكم الله خيرا. هل هناك أذكار معينة تعينه على الابتعاد عن هذه الوساوس وهذه الأفكار؟ الاستعاذة من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان العدو فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وفي الآية الأخرى إنه هو السميع العليم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، لا سيما سورة الناس فإن فيها الاستعاذة من شر الوسواس الخناس. نعم. جزاكم الله خيرا. طيب ويكثر من ذكر الله، فإن ذكر الله يحيي القلب ويطرد عنه الشيطان ما شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من اليمن محافظة مأرب، وباعثها المستمع منصور علي الزايدي، يقول: توفي والدنا ونحن أطفال ولنا أخ كبير، وترك لنا والدنا تركة، فباع أخونا الكبير نصف التركة وتزوج بها وبنى بيت واشترى سيارة وأخذ من باقي التركة كأي واحد منا عندما بلغنا سن الرشد، لا ندري الآن كيف نتصرف معه وجهونا مأجورين، جزاكم الله خيرا. هذا الشيء لا يحل له، لا يجوز للولي مال القصار والأيتام أن يتصرف فيه لنفسه. قال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال سبحانه وتعالى: فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا أن يستعفف، ومن كان فقيرا أن يأكل بالمعروف، يعني بقدر عمله. طيب يأكل بقدر عمله، مثل ما يأخذ غيره، لو يستوجر واحد يعمل فإنه يأكل مثله ولا يزيد، يأكل بالمعروف. فالواجب على من ولي مال القصار أن يحسن فيه وأن يحفظه وأن يسلمه إليهم، وإذا احتاج إلى شيء في مقابل عمله يراجع القاضي ليفرض له ما يجوز له شرعا. وأما ما بين السائل وبين السائل وإخوته وبين أخيه الكبير فهذه دعوة
يرجع فيها إلى المحكمة. أيضا يقول لنا أخوات متزوجات وأخذنا نصيبهن من الجزء الذراعي من التركة والباقي لم يقسم ولا يصلح ولا يستطعن دفع مبالغ معينة باستصلاح الأراضي. من الناس من يقول ليس لهن إرث في هذه الأرض، هل لهن شيء أو لا؟ لا شك أن لهن حقهن من الميراث ولو كان قليل القيمة، هن حقهن من الميراث ولو قلت قيمتهن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمعة ها عين بعثت تقول لي أخت متزوجة ولها 4 أطفال وزوجها مقيم في جدة حيث أنه يعمل هناك في شركة، وحين يأتي إلينا يقدم لنا بعض الهدايا كالملابس حيث أننا علمنا أنه يسرق بعض قطع السيارات في الشركة التي يعمل بها ويبيعها في الأسواق. هل الملابس التي تقدم لنا حرام وهل تجوز لنا الصلاة فيها، علما بأن أختي لم تعلم بذلك وإذا علمت سوف يحصل مشكلة كبيرة لأنها عصبية جدا، ماذا يكون التصرف؟ جزاكم الله خيرا. إذا علمتم وتحققتم من أن هذا الذي يدفعه لكم أنه من السرقة فإنه لا يحل لكم، لأنه مال حرام فلا يحل لكم ولا يجوز لكم قبوله وعليكم رده إليه. وكذلك زوجته عليها أن تناصحه وأن تبين له أن هذا حرام ولا يجوز استعماله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أكلت لحم الإبل وأنا متوضع ثم صليت وبعد ذلك تذكرت، ماذا يجب علي جزاكم الله خيرا؟ يجب عليك الوضوء وإعادة الصلاة، لأن الصحيح بقول العلماء وهو يقوم عليه الدليل الصحيح أن لحم الإبل ينقض الوضوء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أخيرا شيخ صالح عن ذو القرنين وعن يأجوج ومأجوج. أما ذو القرنين فهو ملك صالح ملكه الله الأرض ومكنه بالقوة وسافر في الأرض وله إصلاحات، ومن ذلك أنه أقام السد بين أهل الأرض وبين يأجوج ومأجوج، وهم أمة من الناس وخلق من خلق الله من بني آدم فيهم بذاء وفيهم أذى وفيهم طغيان، فأقام هذا السد. ولهذا قال له أهل تلك الجهة إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهم مفسدون وشكوا من إفسادهم فأقام هذا السد حائلا بينهم وبين أهل الأرض، جعله الله رحمة للعباد، فإذا جاء وقت الآخرة وقيام الساعة فإنهم يخرجون من هذا السد ويعيثون في الأرض فسادا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، فإذا جاء وعد ربي قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من عمان في المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعثت بها إحدى المستمعات تقول عن نفسها: أنا فتاة أعمل في مشغل للخياطة منذ 6 سنوات وهو مختلط، أي نعمل مع الشباب وعددهم يفوق عدد النساء في ذلك المشغل، ولكن هذا المشغل فيه نوع من الانضباط والالتزام فلا يسمح لأحد بتطاول على النساء في أي شيء، ولكن منذ أن عملت في ذلك المشغل ولغاية الآن لم أشعر بارتياح به، علما بأنني قمت بتركه عدة مرات لذلك السبب، ولكن للأسف أعود لأعمل فيه من جديد، ما العمل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء، ولو كان الرجال صالحين لا يجوز الاختلاط بهم مع النساء اللاتي لسن من محارمهم، لأن ذلك يجر إلى الفتنة، ولا تؤمن الفتنة على الصالح ولا على الطالح، فهذا عمل لا يجوز ولا يحل للمرأة المسلمة أن تشارك فيه، ولا يجوز لصاحب العمل أن يخلط بين الرجال والنساء، بل عليه أن يجعل النساء في مكان معزول عن الرجال، أو يجعل الرجال مكانا آخر منعزلا عن النساء ليحل كسبه وطيب مكسبه. أما هذا العمل فإنه منكر ظاهر ولا يجوز إطلاعه ولا يجوز المشاركة فيه لا للرجال ولا للنساء، ولا يجوز لصاحب العمل أن يترك هذا الوضع السيء في بلاد المسلمين ولا في غير بلاد المسلمين، لا يجوز للمسلم هذا العمل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: قامت إحدى النساء بوضع أمانة لدي، وعندما أرادت استرجاعها وجدت أنها ناقصة 500 دينار، علما بأنني لم أعلم بعدد تلك الفلوس التي وضعتها، ولكن بعد المجادلة والنقاش قالت: يمكن أن تكون قد أخطأت في العدد، وذهبت. ولكن بعد مدة طويلة ومرور زمن من أخذها للمال، جاءت أخت لي وقالت لي إنها كانت تأخذ من عندي مال ولم تعلم ما عدد المال الذي أخذت، علما أن عمرها كان في تلك الفترة لا يتجاوز 15 أو 16 من العمر، وهي الآن عمرها في 22، وهي نادمة جدا على فعلتها ولا تدري ماذا تفعل الآن، علما بأنها ملتزمة الآن، ملتزمة بالدين بشكل جيد. جزاكم الله خيرا. أنت يتمنح على هذا المال بحفظه وعلوز التفريط فيه وتمكين من يأخذ منه، لا بد أن يغلق في مكان وثيق ويحفظ، فأنت مفرطة بظاهر سؤالي. فعلى أختك التي بلغت وعلمت أن ترد هذا المال بواسطتك، أن تعطيك هذا المال وأن ترديه إلى صاحبة الأمانة، ولا تبرى ذمتك ولا ذمة أختك إلا بذلك، إلا إذا سمحت صاحبة المال وعفت عن هذا المبلغ الناقص. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمر أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاءنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان برنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى.